لحظات سعادة ملت قلوبنا مبارح ومستمرة، ويمكن أنا سعادتي النهاردة كبيرة جدا شخصيا كمان، لأنه ضيفي على التليفون حالا هو واحد من الفنانين القليلين اللي تعبوا واشتغلوا على نفسهم ووصلوا لمرحلة كبيرة جدا ومهمة من النضج الفني. خلاص بقى تميمة نجاح الفيلم اللي هو موجود فيه، أنا متأكدة أنه بيبقى ناجح. يتميز ببراعة شديدة في التلون، في تجسيد أدوار مختلفة، وقبل كل ده هو إنسان متواضع بيعرف معنى الكلمة اللي بيقولها قد إيه شخصيا. قال لي كلمة خلتني أغير حياتي، بقيت ببص لفوق كده وبقول لربنا سوق، أيوة ربنا هو اللي يسوق حياتي. هذا هو ماجد الكدواني، هذا الرجل الذي يترك دايما أثر طيب في أصحابه، في زملائه وفي شغله. كل سنة وانت طيب يا ماجد. كل سنة وانت طيبة يا مدي، ميرسي على المقدمة العظيمة دي، يعني مقدمة يعني لا استحقها يعني جدا جدا. انت تستحق طيب. الكثير، والزمن والفن بقى عارف تماما مين هو ماجد المصري، ماجد الكدواني. كويس ماجد المصري معايا بكرة. ماجد الكدواني انت أثرت بي انا شخصيا، انا كنت في مرحلة من عمري كده ب 2019 2018 كنت حزينة، وتقابلنا وقلت لي كده خليه هو يسوق. صحيح. غيرت حياتي يا ماجد يا كدواني، انت فيك طيبة الدنيا. تعيش لا البركه في ربنا صدقيني، والبركه في قلبك الحلو. يعني انت اللي شاطره انك عندك مرونه كافيه ان انت تسلمي حياتك وتسيبيها لربنا هو اللي يمشيها. اذا كان هو ضابط الكون كله وضابط الكل، وهو اللي ممشي الكون كله بهذه الدوره الكونيه الرهيبه، مش هيعرف يمشي حياتنا. الله عليك. قول لنا يومك النهاردة عامل إيه؟ يعني أنت كده زينا زي كل الناس، يعني في عيدية والعيال وكده، قول لنا. طبعاً. يوم العيد عامل إيه النهاردة؟ يوم عادي خالص، أنا هو على كوبري أكتوبر رايح أزور خالتي، يعني أنا كل أهلي خلاص راحوا السما، فاضلي خالتي بروح أعيد عليها. الله يرحمهم. وتعيش حبيبتي، وربنا يديك الصحة وطولة العمر. وعايز اشكرك على المقدمه الحلوه قوي، يعني فكره انه كل سنه ومصر كلها طيبه. طبعا يعني انا سعيده انه حدثين مهمين، هذا التقليد اللي ارساه الرئيس السيسي ده تقليد عظيم، ويظهر اولا عن نبله وعن انسانيته وموسوعيته، عمل نقله مختلفه. ومحظوظة أنه معايا ماجد الكدواني، والنهاردة الحقيقة في رومرز حلوة قوي، إشاعات أنك أنت هتعمل شخصية تاريخية دينية مهمة، سمعنا عنها. تحب تتكلم عن الحكاية دي؟ إيه هي، حقيقة ولا إشاعة ولا إيه؟ لا حقيقة، ما فيش أي حاجة واضحة الحقيقة. ده أصلا خدي بالك أنا ما عنديش أي سوشيال ميديا ولا فيسبوك ولا إنستجرام ولا حاجة، لكن واضح أنه موضوع كبر من على السوشيال ميديا، لكن انا ما اعرفش اي حاجه وما فيش اي اتفاقات رسميه ولا في اي حاجه خالص. طب تحب نقول الشخصيه اللي هم يعني عايزينك تعملها، ولا انت متكتم مش عايز تتكلم لانها مش؟ لا خالص، مصر كلها عارفه شخصيه البابا شنوده. اوكي تمام. والله يا ريت يعني اتمنى انه يتعمله، لانه لم يكن بابا عادي، كان بابا استثنائي. الحقيقة أعمال التلفزيونية عندك قليلة، أنت قاصد كده يعني عامل خطة أنك أنت تبقى سينمائي وتبعد شوية عن التلفزيون ولا إيه؟ حقيقي أنا حابب قوي فكرة السينما فعلا، يعني مستمتع بيها جدا جدا، وحابب فكرة الساعة ونص، حابب فكرة البداية والوسط والنهاية، يعني لأنه جرعة التمثيل في السينما مكثفة بتشبع. أنا مش بحب أكل أكتر من طاقة. برافو عليك. لا هو كمان يعني إنك توفر إطلالتك فنبقى مشتاقين متشوقين هتقدم لنا إيه. حقيقي. في لوك كده معرفش أنت شايف، طبعا أنت بتسوق مش هتكون شايف، حاطين لك لوك إحنا قصاد صورتي، دقن بيضة وشنب، هو إيه ده لوك جديد لعمل ولا إيه؟ ده
دقن بيضة. لا يمكن كنت مربي دقني فعلا علشان فيلم مع عمرو سلامة اسمه بره المنهج. وبعدين تم تأجيله لمارس إن شاء الله لشهر مارس أو أواخر فبراير. ودخلت عملت مع كريم عبد العزيز وإنتاج الأستاذ وائل عبد الله فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين. البعض إيه؟ البعض إيه؟ البعض لا يذهب. ده انتوا بتردوا على البعض يذهب للمأذون مرتين. حلو 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 قوي. البعض يذهب للمأذون مرتين كان اخراج الاستاذ محمد عبد العزيز طبعا هذا العظيم. ده تأليف ايمن وطار وفيلم لطيف جدا جدا وبيناقش فكرة العلاقات الانسانية والعلاقات الزوجية بشكل كوميدي انساني جدا جدا. انت سبقتني سبقتني لاني انا كنت جاي اسالك انه لازم يكون كوميدي لانه محمد عبد العزيز ملك من حيين نقوله كل سنه وانت طيب يا استاذ محمد. وهو كان يقدم خفه الدم هو واخوه عمر عبد العزيز طبعا. اسماء بتاخدك للابتسامه. المسرح انا بحس انه المسرح له مجد خاص حقيقي. طبعا برافو عليك. كان ليك إطلالة مسرحية بس قديمة يعني بقالنا قد إيه ما اشتغلناش مسرح؟ من 2013 الحقيقة يعني 2008 عملت الإسكافي ملكا مع الأستاذ خالد جلال على المسرح القومي و2012 لقعدة 2013 في بيتنا شبح تأليف الأستاذ لينين الرملي وإخراج الأستاذ عصام السيد. الإسكافي ملكا كانت تأليف الأستاذ يسري الكندي. استمتعت بالتجربتين دول جدا 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 حقيقة يعني. جميل. بس هو المسرح أنا المسرح اللي بحبه يا مدين هو اللي بيستمر كذا سيزن يعني. يعني بص حضرتك أنت اتكلمت عن مسرحيتك دي مسرحية عالمية. حضرتك ما فيش أنا أوكي يا ماجد. يا مجودة حلو كده. بص انت لو العيال معاك روحوا وتفسحوا. انا سمعت خبر اسعدني جدا كانوا في ناس قالوا انه النهاردة الفسحة في جنينة الحيوانات للاطفال وكده انه رفعوا السعر لستين جنيه. لا دي كذبة. التسعيرة خمسة جنيه. انت عارف اني انا كنت بروح كنت من سكان المانيال كنت بزور جنينة الحيوانات وفي زرافة اجيب لها خس تفتح بقها تفتح بقها كده وتاخد الخساية بق واحد. على فكرة تعرفي أنا بعشق الحيوان لأن الحيوان إحساسه عالي جدا وفطري جدا. وما بيمثلش ما بيتجملش. ما بيتجملش فعلا. كل حاسس بيه بيعبر عنه. أنا بعشق الحيوان. صحيح صحيح. أستاذ ماجد الكدواني معلش أنا هفضل أقول لك أستاذ لأنك أستاذ. العفو يا فندم. وإحنا فرحانين وفخورين بنجاحك وإن شاء الله نشوفك قريب جدا ايضا في عمل تلفزيوني عشان البيت المصري. كل سنه وانت طيب باذن الله. وكل سنه وانتم طيبين ومصر كلها طيبه ويا رب دايما يعم الخير والسلام والمحبه وكل فرح يا رب دايما مصر تعيش يا رب دايما. امين يا رب. شكرا 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 ليك. شكرا ليك يا فندم اتشرفت. مع السلامه. نطلع فاصل ومكملين مثل ورد.